حسين الديري من مدينة خان شيخون. بسبب ظروف الحرب والقصف وما قصف وراحت مناطقنا بإيد النظام، اضطرينا نتهجر لهالمناطق هون، وبسبب ظروف المعيشة الصعبة هون اضطرينا انه نلاقي مشروع وفتحنا تنور. الشباب ما كان عنده خبرة فيه، هي تراث الأجداد، يعني على الأم والست كانوا يشتغلوا عاملين في البيت، يعملوا للضيافة للقرايبين للأهل شغل بيت، على الفطور مثلا خبز تنور مع شوية فطاير تتوزع لها الجيران. أيام ما كان في هالألفة وهالمحبة وهالسلام عنا. وبالنسبة هالنزوح وقلة الوظائف والوضع الصعب اضطرت الشباب إنه تتعلم هالمصالح وتشتغل فيها. أنا دارس بس ما في اليوم وظائف إنه تساعد، فرجعنا للتراث ويعني ومأكول سهل وهين وطيب بإذن الله. مصلحتنا في مناطقنا قديمة، يعني عمرها مئات السنين، وتنور نحن بنشتغل هوني مناقيش، جبنة، فليفلة، زعتر، خبز صاج، لحمة بعجين على التنور، يعني شيء تراثي وقديم وفلكلور معروف.